كابتن يوسف، الماتشات اللي جايه يعني زمالك، اتحاد، مصر المقاصه، بيراميدز، كلها مباريات صعبه جدا جدا جدا. بيتم الاعداد ليها من دلوقتي ولا كل مباراه على حده؟ لا طبعا، انت اي مباراه عندك صعبه، اي مباراه في الكام شهر الجايين دول هي صعبه، لان انت عارف مباراتك اللي هتلعبها ايه، يا في بطوله افريقيا يا مباراه دوري، وطبعا انت عارف الوضع سواء في البطوله دي او البطوله دي. لكن احنا عاده، وده الحاجه اللي احنا كنادي اهلي بنشتغل عليها على طول، ان احنا بناخد مرحله مرحله، مباراه مباراه، يعني كل خطوه لوحدها بنفكر فيها، وبعد ما نخلصها بنبدا نقفل الملف بتاعها ونفكر في الخطوه اللي بعدها، لان كل مباراه ليها قصه مختلفه وليها سيناريو مختلف، وليك انت بتطلع من المباراه عندك مستجدات، سواء من الاصابات، سواء من الايقافات، سواء من تدوير لاعبين، فانت كل مباراه بيبقى ليها استراتيجيه مختلفه يعني. فاحنا طبعا كل تركيزنا حاليا ان شاء الله لاعبتنا بتوع المنتخب يرجعوا لنا بالسلامه بعد اداء مباراتهم مع النيجر والمباراه الوديه، ايضا لاعبي المنتخب الاولمبي يرجعوا بالسلامه ان شاء الله من معسكر اسبانيا، ينضموا للمجموعه اللي احنا هتشتغل معانا من بكره، وكل تركيزنا هو مباراه الزمالك. شريف اكرامي ايضا نسيت برضو بالمناسبه ان شريف اكرامي من ضمن الناس المصابين، شغال برضو فترات، بيعمل تقريبا بعض الايام بيشتغل فيها فترتين عشان يبدا يخش التدريبات مع الكابتن طارق سليمان. فنتمنى ان شاء الله ان احنا ال 12 يوم الجايين دول نجهز فيهم بشكل كويس قوي، على اساس ان نبقى يوم 30 في مباراه الزمالك نكون جاهزين فنيا وبدنيا ونفسيا وكل النواحي.